هي أسطنبول الصغرى أو المدينة التي منها تشرق الشمس، مدينة سامسون أو أميسوس كما كانت تسمى في الماضي، أو تلك التي يلقبها البعض بأم البدايات. فهي مدينة زاخرة بالتاريخ التليد، ومنها انطلقت شرارة حرب الاستقلال عام 1919 مع مصطفى كمال أتاتورك، ناهيك عن كونها لؤلؤة مكنونة في حوض البحر الأسود. فهي جنة الأرض كما يقال، ولها من الخصوصيات ما يميزها عن غيرها من المدن نظرا لما تتفرد به من موقع جغرافي مهم. فهي تقع بين دلتا جيز الإرماق ودلتا إيشي الإرماق، وهما أكبر نهرين في تركيا، مما يجعل منها محط اهتمام الكثيرين. سامسون هي أكبر مدن البحر الأسود، وهي تتميز بطبيعتها الساحرة، بالإضافة إلى خطوط المواصلات البرية والبحرية والجوية المتطورة الموجودة فيها، وهي التي تسهل عملية القدوم إليها. كما أن ثراءها الطبيعي وما تسخر به من مقومات سياحية وثقافية جعل منها قبلة للباحثين عن الجمال والمتعة في آن. فهي تعد إحدى أهم المدن السياحية شمال شرق البلاد، وتعد ملاذ من اشتاق إلى السكينة ومعانقة الطبيعة الغناء، حيث تلمح تمازج اللونين الأزرق والأخضر في مشهد فسيفسائي قل نظيره. سامسون هي القلب النابض للشمال التركي، وهي وجهة متميزة نظراً لما تتفرد به من خصائص طبيعية، بالإضافة إلى كونها تعد إحدى أحدث أربع مدن على المستوى التركي. إذ تعد مدينة سامسون أيضاً أحد أهم المدن الدافعة لعجلة الاقتصاد في تركيا، وهي تترجم درجة التقدم والتطور التي وصلت إليها المدينة. كل هذه المقومات التي تميز المدينة جعلت منها محط اهتمام رجال الأعمال العرب، الذين اعتبروا بأنها تعد الوجهة الأمثل لتلبية احتياجات السياح الخليجيين بشكل خاص. نحن نفكر نبني عالمنا السياحي، ومن ضمنه مباني عادية، أبراج سكنية، فلل المتاح. والحمد لله نحن سوقنا معظم مشاريعنا قبل أن تنتهي، الحمد لله، يعني لم يبقى إلا قليل جدا فقط، اللهم لك الحمد. لذلك في زعمي وفي اعتقادي إنه سامسون فرصة استثمارية قد لا تتكرر لما تحويه هذا البلد من خدمات رائعة وتطور سريع. أنا كرجل أعمال عربي فعلاً وجدت تربة خصبة جداً في مدينة سامسون للاستثمار للعديد من الأسباب وللعديد من الخصائص المتوافرة في مدينة سامسون. فمثلاً استثمرت في القطاع السياحي والقطاع العلاجي، لأن مدينة سامسون تمثل رفد كبير وقوي جداً في هذين القطاعين. هي إذن وجهة ملائمة للوافدين من كل بلدان العالم من سياح ومستثمرين.